السلام عليكم. الحلقة ديال اليوم غنحضروا مع بعضنا كوكيز كيجي زوين بزاف وهشيش وسهل في التحضير. بالنسبة للمقادير كنحتاجوا 400 غرام ديال الدقيق الأبيض الخاص بالحلويات، خمارة ديال الحلوى، 100 غرام ديال السكر البني، 100 غرام ديال السكر سنيده. بالنسبه للسكر البني الا ما كانش متوفر عندكم في البيت بامكانكم تعوضوه غير بالسكر سنيده. ساشيه ديال الفاني، 250 غرام ديال الزبده اللي ذوبناها في الميكرووند او بامكانكم تذوبوها غير في لو باماري حمام مريم، جوج ديال البيضات و200 غرام ديال لي بيبي دو شوكولا وحبيبات الشوكولات. وندوزو على بركه الله الطريقه التحضير. على بركه الله كنديروا الطحين، 400 غرام ديال الطحين الدقيق الخاص بالحلويات، كنزيدوا عليه الخميره ديال الحلوه ولو سكر رو، كنزيدوا عليهم السكر سنيده، كنحاولوا نديروا كاع العناصر ناشفين نخلطوهم مع بعضها. عاد من بعد كنزيدوا البيض والزبده ديالتنا وكنخويو ساشيه ديال لو سكر فاني، كنخلطوهم مزيان حتى ينسجموا جميع العناصر مع بعضها. عاد من بعد كنزيدوا عليهم الزبده والبيض باش نجمعوا العجينه ديالنا. كنزيدوا الزبده اللي ذوبناها من قبل. هذه وصفه ما كتاخذ ليناش اكثر من 15 دقيقه، وكنزيدوا معهم البيض. صافي، وكنستمروا في التخلاط على هذه الطريقه. هذه في هذا الحين هذا كنكونوا شعلنا الفران على درجه حراره 200 غرام الفوق والتحت. حتى كنخلطوا العجينه ديالنا مزيان كينسجموا العناصر مع بعضها. عاد من بعد كنزيدوا حبيبات الشوكولا. اذا فوالا كتصبح عندنا العجينه على هذه الطريقه، هذه رطبه فوالا كيف كتشوفوا. ومن بعد كنجيبوا حبيبات الشوكولات، 200 غرام ديال حبيبات الشوكولات، وكنحاولوا ندخلوهم مزيان في العجينه على هذه الطريقه هذه. كيدخلوا لينا الحبيبات كاملين في وسط العجينه. كنجيبوا الطاوله اللي غندخلوها للفران، كنديروا فيها ورق الطهي بابي كويسون، وكنبقاو نشكلوا دوائر ما تكونش كبيره بزاف حيت درنا الخميره ديال الحلوه دونك غيكبر لينا الحجم. صافي، وكنبداو نشكلوا دوائر، نبداو نشكلو دوائر على حساب الحجم اللي بغينا، يعني ما خصناش نديروهم كبارين بزاف حيت مع الخميره ديال الحلوه كيتنفخوا شويه. كنحاولوا نبعدوهم باش ما يتلاصقوش ملي يكونوا كيطيبوا في الفران، وكنستمروا على هذه الطريقه هذه حتى كنساليو العجينه ديالنا كامله. فوالا الكويرات كيجيو على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا. ملي كنساليو العجينه ديالنا كنديروهم في الفران كيطيبو في الفران اللي سخناه على 200 درجه، كنخليوهم ما بين 10 حتى 12 دقيقه، ونتلاقاو من بعد باش نشوفوا الطريقه النهائيه الشكل النهائي ديال لي كوكيز ديالنا.
اذا هذا هو الشكل النهائي ديال لي كوكيز ديالنا، كيجيو محمرين من التحت ومن الفوق، فوالا كيجيو هشاشين. نتمنى الفكره تنال اعجابكم وتجربوها، وبالصحه والراحه، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.